إذا غادي ندوزو الوحدة الثانية، جودة المعطيات المجمعة. الفصل الأول تعرف على الميدان، تقييم المكتسبات ديال الفصل الأول. إذا هذا الفصل فيه 9 أسئلة، غادي نبداو الاختبار. يتكون من طاقة الإحصاء بالوسط القروي بمجموع من القطع المتجاورة تحد كل منها معالم واضحة. نعم، في الوسط القروي عندنا مجموعة من القطع، وكل قطعة تتحد منها واحد المعالم واضحة، هي اللي تدني لنا باش نعرفو واش ديك المنطقة اللي حنا فيها صحيحة ولا لا. إذا صحيح التالي. لك أثناء عملية الإنجاز الإحصاء بالوسط القروي يتعين على المراقب، يعني حنا في الوسط القروي، مراقبة توطي البنايات على مستوى منطقة الإحصاء المكونة لمنطقة المراقبة خلال اليومين الأولين لانطلاق عملية الإحصاء. الأسر والمساكن هذه خاطئة، لأنه خصنا ماشي خلال مراقبة، خلال هي اليومين فقط الأولين لانطلاق عملية الإحصاء. صافي، اللي خصنا ندير المراقبة على طول الإنجاز الإحصاء الفعلي، يعني من 1 شو تنبيه 33 شو تنبيه 2024. مراقبة تحيين حدود المنطقة المشتركة بين مناطق الإحصاء، مراقبة تحيين الحدود المشتركة بين مناطق الإحصاء بالموازاة مع تقدم أشغال الإحصاء. لا، أثناء الإنجاز الإحصاء يعني ما تنراقبوش الحدود، وإنما تنراقبوا البنايات، توطي البنايات، الأسرة والمساكين. يعني تحيين الحدود تتم أثناء 30، تحيين الحدود تكون في الفترة ديال 30 و 31 شتنبي 2024. إذا هذه خطأ. مراقبة توطي البنايات على مستوى مناطق الإحصاء، هي مراقبة توطي البنايات على مستوى مناطق الإحصاء المكونة لمنطقة المراقبة بالموازاة مع تقدم عمل الإحصاء. هذه صحيحة. بالتالي ما المطلوب من المراقب؟ ما المطلوب من المراقب خلال التعرف؟ احنا خلال التعرف على الميدان بالوسط الحضري، يعني يومين، يعني التعرف على الميدان يعني تيكون في خلال يومين 30 و 31 غشت 2024، يعني بالوسط الحضري. يعني مراقبة تحيين التوطين الخرائطي من طرف الباحثين. لا، التوطين الخرائطي للبنية يعني تتم ما بين 1 شتنبي و 30 شتنبي 2024. التنسيق بين الباحثين في تحيين حدود مناطق إحصائهم في حالة وجود لبس أو غموض. هذه صحيحة. مراقبة كل باحث لتحيين منطقة إحصائه ومكوناته. هذه خطأ، ممكنش الرقم نجاح تكون المراقب عنده 3 الباحثين ويراقب لهم، كل واحد فيهم يراقب لي المنطقة ديالو. عفوا، المرافقات، أنا قال لك مرافقة كل باحث لتحيين منطقة إحصائه ومكوناته. ممكنش المراقب يراقب دوك 3 الباحثين ديالو، يرافق الاول ديال تحيين المنطقه والمكون ديالو، يرافق الباحث الثاني ديال تحيين المنطقه ديالو والمكون ديالو، والثالث كذلك. ما يمكنش غادي يولي يدير الخدمه ديال الباحثين. يعني هذه المرافقه لا، مراقبه هي يعني تدير المراقبه تاع تحيين حدود مناطق الاحصاء، يعني تراقب ولكن ماشي تيرافق. متفقين؟ إذا نديرو لك ما التدابير القبل التي يجب على المراقب القيام بها قبل البدء في التعرف على الميدان، يعني قبل ما نمشي نتعرف على الميدان. لك التأكد من قيام كل باحث بالخطوات المتعلقة بتسجيل اللوحة وتحميل برامج العمل. هي خصك تتأكد بكل باحث، يعني تسجل اللوحة ديالو، يعني دخل الاسم ديالو، دخل المعلومات ديالو الشخصية، زائد تحميل البرنامج ديك كابي، توزيع اللوحة الإلكترونية للباحثين. هذا شيء طبيعي، يعني ماشي شي حاجة مهمة. دي أصلا تيوزعوا اللوحات على الباحثين. التأكد من توفر اللوحة الإلكترونية للباحثين على التطبيقات اللازمة، يعني كابي مع جوجل ماب خصك توفر فيها هذا سميتو، زائد يشوف الانترنت وكذا واش خدام فيها إلى غير ذلك. التأكد من ولوج كل باحث لخريطة منطقة الإحصاء التي سيعمل بها، يعني يشوف واش أن هذيك الخريطة عنده في الطابليت ديالو. إذن التالي،
من مهام المراقبة خلال التعرف على الميدان، يعني من مهام المراقبة خلال التعرف على الميدان يوم 30 و 31 أغسطس بالوسط القروي، يعني بالوسط القروي الشخصي ديال المراقب، التواصل مع ممثل السلطة المحلية بمقر القيادة للتعرف على أعوان السلطة الذين سيرافقون الباحثين. نعم يعني خصي يعرف يعني أعوان السلطة، يعني في الوسط القروي ضروري من أعوان السلطة هو اللي تعرف المنطقة مزيان، تعرف المعالم، ضروري التواصل مع السلطة، هذه صحيحة. مساعد الباحثين في تجميع الأسر في مناطق محددة قصد إحصائهم، هذا خطأ. ما تنجمعش أنا الأسر، نعيط على الأسر كلهم ونحطهم في واحد البلاصة ونبقى نحصيهم، لا، تنمشي كل بنية وتنحصي، هذه خطأ. مرافقة أعضاء الفريق إلى الميدان للتأكد من وصول كل باحث إلى منطقة الإحصاء، هذه هي المرافقة هنا صحيحة، لأن تنشوف واش كل واحد مشى لبلاصتو، يعني وديك الساعة الباحث يقوم بالعملية ديال تحيين المنطقة ديالو، إذا هذه صحيحة. حالة توطيد بناية جديدة، ما هي المراقبات التي يقوم بها المراقب فيما يخص التعرف على الميدان؟ إذا هذه الجملة هذه فيها واحد اللبس، كاين هذه الجملة في حالة توطين بناية جديدة، التوطين بناية جديدة يعني تتم خلال الفترة ما بين 1 شتنبر و 31 وعفوا من 1 شتنبر حتى 30 شتنبر 2024. هذه الجملة هذه تعني فصيلة. ما هي السؤال ما هي المراقبات التي يقوم بها المراقب فيما يخص التعرف على الميدان؟ والتعرف على الميدان في شنو هي الفترة الزمنية، يعني التعرف على الميدان كاين ما بين 30 و 31 غشت 2024، إذا هنا جوج ديال الفترات متداخلين. إذا اعتبرنا في حالة التعرف على حالة توطين بنية جديدة، يعني تنقوم بمراقبة استمارة البنايات زائد مراقبة استمارة الأسرة والمسكن، تنديرو استمارة البناية ومن بعدها مباشرة نعمرو الاستمارة والمسكن ديال الأسرة والمسكن. إلا جينا اخترنا هكا تعطينا اختيار واحد كما تلاحظوا، ولا جينا السؤال هو تيقول لك فيما يخص التعرف على الميدان، يعني التعرف على الميدان تيتم خلال فترة ما بين 30 و 31 غشت، يعني فين هي الفترة؟ هي التأكد من تحيين المعطيات، تأكد من تحيين شكل ومواقع الجزيرات. أما توطين البنايات يعني مراقبة الاستمارة تتم، ومراقبة استمارة الأسرة والمسكن، ومراقبة استمارة البناية تتم خلال فترة من 1 حتى 30 غشت 2024. إذا السؤال فيه لبس، وبما أننا السؤال هو ما هي المراقبات التي يقوم بها المراقب فيما يخص التعرف على الميدان، إذا هذا هو الجواب الصحيح. موازاة مع تقدم عملية إنجاز الإحصاء بالوسط القروي، يجب على المراقب التأكد من أن كل باحث قد قام بتوطين جميع البنايات التي تشملها كل جزيرة، صحيح هذه التي تشملها كل جزيرة، هنا قد قام برسم جزيرة مستقلة واحدة لكل بناية على الخريطة كيفما كانت توزيع البنايات في الميدان، لا خطأ، يعني في الوسط القروي ماشي ندير كل جزيرة لكل بناية، لا، تنشوف التجمعات لكل البنايات اللي مجموعين قرب لبعضيه وترسم لهم جزيرة، أم مجموعة تانية تنشوف عاوتاني مجموعة ديال البنايات اللي قرب لبعضيه وتنجمعهم في جزيرة، ولا كانت بناية وحدة معزولة على بعيدة على البنايات الأخرى تندير لهم جزيرة بوحدها، ماشي تندير لكل بناية جزيرة، هذه خطأ. قد قام بتوطين جميع البنايات أولا على مستوى المنطقة لحظة المشاركة في أحسن سكون، لا، ما تنديرش توطين البنايات لجميع البنايات. توطين جميع البنايات اولا، تنوطي البنايات عاد من عاوتاني ترجع تندير الاحصاء، لا، تندير توطين كل البنايه وفي نفس الوقت تندير الاحصاء، اذا هذه خطأ. لك اثناء الانزال الفعلي للاحصاء، من مهام المراقب التاكد من ان كل باحث قد تعرف بدقه على منطقه الاحصاء، هنا قال لك اثناء الانزال الفعلي، اثناء الانزال الفعلي للاحصاء، وقال لك هنا الجواب التأكد من أن كل باحث تعرف بدقة على منطقة الإحصاء، لا، هذه تتم خلال 30 و 31 غشت 2024، وماشي أثناء الإنجاز الفعلي اللي هي 1 حتى 30 شتنبر 2024. مراقبة عملية تحيين التوطين الخرائطي التي قام بها الباحثين، هذه صحيحة. هنا التأكد من ملء استمارات التأكد عفوا التأكد من ملء استمارة البنايات لجميع البنايات، لا، ماشي تأكد استمارة البنايات لجميع البنايات، هذه خطأ.
يعني ماشي تندير الاستمرار تاع جميع البنية، بعد ما تندير عاوتاني الاحصاء تتاكد من الاستماره زائد الاستماره ديال الاسر والمسكن، فهمنا؟ وماشي الجميع، فهمنا؟ يعني اللي فيها اللبس واللي فيها والاستماره اللي فيها مشكل. اذا السؤال سعود، من مسؤوليات المراقب خلال التعرف على الميدان، من مسؤولية المراقب خلال التعرف على الميدان بالوسط القروي يومي 30 و 31 غشت 2024، لك التأكد من أن كل باحث قد تعرف بدقة. هذا في عدة اختيارات، التأكد من كل باحث قد تعرف بدقة على حدود منطقة الإحصائية، هذه صحيح لأن 30 و 31 غشت يعني التعرف على منطقته، تنسيق عملية تحيين حدود منطقة الإحصاء التي اتضح هنا، تنسيق عملية تحيين حدود من مناطق الإحصاء التي اتضح عدم وضوحها على مستوى المنطقة المراقبية، إلا كان شي غموض خصني نستقي، إلا مكانش شي غموض هذه صحيحة. مواكبة الباحثين في عملية رسم الجزيرة وتوضيح البيانات مستوى كل قطعة، ممكنش يواكب 3 الباحثين عنده وكل باحث يمشي يرسم مع الجزيرة والبنايات ويمشي عاوتاني مع الآخرين يدير نفس العملية، يعني في هذه الحالة دي وليتي دير بالعمل ديال الباحث. نديرو إنهاء. هنا عندنا مجهود موفق تم الاجتياز بنجاح، لقد اجتزت بدرجة 16. جاوبنا على عندنا 9 تاع الأسئلة، عندنا الدرجة الكاملة هي 18، إجمالي الإجابات هي 9، الاعتماد على الدرجة نعم هذه محسوبة، يعني الاختبار هذا محسوب، أيضا دعم المعارف ما محسوبش، تقييم المكتسبات محسوب، الدرجة الناجحة هي 80. اذا جبنا 8 راه ناجحين، حنا عندنا الدرجه كامله 18 حنا جبنا على 16، اذا عندنا سؤال خطا، داك السؤال اللي خطا هو اللي فيه مشكل ديال توطيل البنايه، يعني في حاله توطيل البنايه جديده ما هي المراقبه التي يقوم بها الباحث فيما يخص التعرف على الميدان، يعني مراقبه استماره البنايات، مراقبه استماره البنايات. اذا هنا بهنا تنكملوا التقييم ديال المكتسبات، فيديو اخر ان شاء الله بالنسبه للفصل الثاني.